بيتغذى على حاجتين اتنين، الاكسجين والماده السكريه. اللي هي الماده السكريه ايه بقى؟ دايما السكريات الاحاديه، الاحاديه اللي فيها ذره واحده كربون بيسموها سيمبل شوجر، اللي هي زي اللي في سكر. اول حاجه في السكر اللي هو البسيط ده اسمه سكر الفاكهه، يعني اي فاكهه هتلاقي فيها السكريات بتاعتها قابله للذوبان بسرعه وتوصل للمخ بسرعه. المشكله مش في دي، المشكله في امتى تاخد الماده السكريه دي. انا هتخيل معاك كده ان انت اتعشيت بالليل الساعه 8 او 9 او 10 سي، وصباح الصبح من غير فطار رحت الشغل، او عندك طفل وديته المدرسه من غير فطار، اول وجبه هياخدها بعد كده تبقى الساعه كام تقريبا؟ 12 واحده 2 لو هو روح بعد ما روح البيت، او لو خد سندوتش او حاجه، واغلبنا ما بيعملهاش في حدود الساعه 11 11 ونص. عد بقى من 9 او 10 بالليل لحد الساعه 10 الصبح كام ساعه؟ 12 ساعه. المخ ما بيتغذاش، والمخ بيحرق السكريات بسرعه، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغذي المخ. لازم يكون سكر من نوع بسيط عشان يستوعب في المخ بسرعة ويقدر المخ يهضمه ويلففه في الدورة الدموية. مشكلة كبيرة جدا انك تخرج الصبح من غير فطار. ممكن تخرج من غير فطار بس ما تخرجش من غير حاجة سكرية. طبعا السكريات هتتفاوت، تبدأ بسكر الفاكهة وبعدين الحاجات التانية، وبعدين تنتهي بالسكر اللي هو السكروز والحاجات المربى والحاجات دي كلها. عشان كده الكونتيننتال بريكفاست، اسمع عنه. يعني ايه كونتيننتال بريكفاست؟ اللي هو الافطار العالمي. جميع الاوتيلات في جميع انحاء العالم لازم توفرها للنزلاء بتوعها، اللي هو ايه بقى؟ الزبده والمربى. الزبده ماده دهنيه والمربى ماده سكريه، اهم حاجه عشان المخ يتغذى. ما تديلوش اكل بس لازم تديله الماده السكريه.